نطمئن على تصويت المصريين في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بتتصدر أكثر الدول امتلاكا لكتلة تصويتية كبيرة من المصريين في الخارج. هنضم إلينا هاتفيا السفير عفيفي عبد الوهاب السفير المصري في المملكة العربية السعودية. مساء الخير يا فندم. معالي السفير مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا استاذه رشا مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. حضراتكم طبعا عاملين مجهود من امبارح للنهارده، كان الله في عونكم. لو نطمن مع حضرتك على التصويت، لان السعوديه فيها كتله تصويتيه كبيره للمصريين في الخارج، وايضا يقال مدينه جده تحديدا. لا يعني انا في الرياض يمكن اكثر من جده، يعني انا عندي هنا في الرياض اكثر من جده. الحقيقه طبعا جده فيها طبعا بلا شك اقبال كثيف جدا، لكن هنا في الرياض الاقبال اكثر من جده في الحقيقه، يعني خاصه اليوم بالامس كان الاقبال يعني منقطع النظير وحاجه غير مسبوقه تماما، لكن حتى الان اليوم الحقيقه اكثر من الامس بشكل واضح تماما. يا فندم، الشرط الخاص بإلغاء الاشتراك أو التسجيل لإجراء الانتخابات أو لإجراء التصويت مثل دافعا للمصريين للذهاب بكثافة، وهل كل المصريين في الخارج أصبح لديهم هذه المعلومة؟ لأن كان في ناس لا تقبل على التسجيل قبل إجراء الانتخابات وبالتالي لا تذهب إلى الاقتراع. لا ده صحيح، وهذه حقيقة تماما. بالفعل يعني يمكن انتفاء هذا الشرط اللي هو شرط التسجيل المسبق ادى الى يعني فعلا تدافع الكثير من المصريين للإذهاب باصواتهم سواء هنا في المملكه او في منطقه الخليج او اعتقد ربما على مستوى كل الخليجيه، ولكن في الحقيقه يعني ارى ان هناك اهتماما من كل المصريين في يعني ممارسه حقهم اولا الدستوري بالاعراض عن ارادتهم بحريه تامه، وفي نفس الوقت يعتبرون ان هذا واجبا لابد وان يدوه تجاه الوطن في هذه الظروف التاريخيه يعني كما نقول التي تتسم بالدقه والحساسيه وتستدعي من كل ابناء مصر في الداخل والخارج يعني ان يعني يظهر للعالم اجمع انهم جديرون بالفعل بسادة عام الديمقراطيه السليمه في مصر. هل هناك ارقام محدده يا فندم وصلت لسفارتنا في المملكه العربيه السعوديه عن اعداد من صوتوا في المملكه، العدد اجماليا؟ العدد اجماليا بالامس يعني بالنسبه للرياض وجده اجمالا فوق ال 17,000. المتوقع اليوم ان احنا هنعدي هذا الرقم بشكل ملفت ان شاء الله، يعني نتيجه لل هذا الزحام الشديد اكثر من امس. يعني اذا كان مثلا الرياض احنا بالامس كنا بالقرب من رقم 9,000، اليوم ربما نصل الى 12,000. شكرا لمعالي السفير عفيفي عبد الوهاب السفير المصري بالمملكة العربية السعودية، يتحدث عن إقبال كبير للمصريين في المملكة العربية السعودية اليوم وبالأمس أيضا، وقال النهاردة كان العدد يفوق الأمس كمان بشكل واضح، مما يشير إلى أن تصويت المصريين في الخارج زي ما قلت لحضراتكم ربما يكون من العوامل الهامة في النتائج العامة للانتخابات هذه المرة.